كانت 76 76 انت حضرتك اللي كان اللي احرز الهدف كابتن طلعت يوسف، بس حضرتك اللي مررت له الهدف. بس هو انا كان عندنا عادل البابلي ما شاء الله عليه يعني، وربنا يشفيه يا رب في البيت ويعفي عنه. عادل البابلي كان جناح يمين وشمال، شمال الاول في منتخب مصر. لما طلع الجارم قلت له ايه بقى ده اشول، انقل نفسك بقى من ايه من الشمال للجانب لليمين يمين. فهو في الماتش بتاع 76 عادل البابلي راح نائل من الجناح اليمين وجاري على ايه على احمد عبد الباقي، وراح مرقصه ترقيصه عمل فاول. طبعا انت حارس مرمى خط المرمى كده اهوت ال 18 والكره هنا اهو. فكان سمير مخيمر كان سابق نادي الاتحاد، وفي رزق نصار كان بيطلع يلعب الكره بدماغه، فانا هعمل له الكره بايه برجل الوجه الخارجي عشان يلف وهو يطلع يعملها بدماغه بالجول. فلقيت اكرامي واقف جنب العارضه القائم اللي هنا، الله، رحت مغير الجاريه بتاعتي ورميتها له على فين على المقص البعيد ده. قعد يرجع معاها يرجع عمل ايده كده، راح الضربه في العارضه ونازله لمين طلعت يوسف. طلعت يوسف راح شايط الجزمه بتاعته جرت، احنا خبيناها ورحنا ماشيين عشان ما يبقاش في ان هو الجزمه ولا حاجه اتغيرت على الحارس المرمى ولا بتاع، اللي هو عشان ما تحسبش جول. الحكم كان اجنبي. لا طلعت بره.